عشية أمس حريق مهول بجبل تحميم تابع إداريا لبلدية بجاز صفا في ولاية جالمة، وتسبب في إتلاف 7 هكتارات من الأشجار غير المثمرة والأدغال والأحراش، أين استدعى الأمر تدخل المواطنين أولا لإخماد الحريق، تبعه تدخل لمصالح الحماية المدنية التي جندت وسائل مادية وبشرية كبيرة، بالإضافة إلى تجنيد البلدية لشاحنتين معبأتين بالماء لإطفاء هذه النيران. التغطية كانت لهشام قاسمي. مثل الحريق هذا في أحراش وأدغال وأشجار غير مثمرة في مناطق وعرة جدا، مما أدى ذلك إلى صعوبة الإطفاء، صعوبة الإطفاء على أعوان الحماية المدنية. حسب الإحصائيات فإن مساحة الحريق تمثل في حوالي 7 هكتارات، تم السيطرة على أغلبها، وعملية الإطفاء مازالت متواصلة إلى غاية الساعة الحالية. أثر ورود خبر حريق على مستوى الطريق الوطني 15 بين عين تحمين والمقفل، تنقلنا إلى عين المكان، وقد سخرنا الإمكانيات المادية وبشرية للمساعدة على إخماد هذه الحرائق، ونحن ما زلنا في عين المكان إلى غاية انتهاء العملية.